بسم الله بولدنا روح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور بوستين، اهلا بحضراتكم. رجاء محبه جديده على القناه، ضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. المسيح ولد بدايه السنه الميلاديه الاولى، ولذلك سميت بالسنه الميلاديه الاولى، ام ولد سنه سالب 4 ميلاديا. اقول لكم على حاجه، سنه سالب 4 ميلاديا وهنعرف ازاي. بس هو ولد برضو من عذراء بدون زواج، يعني بدون علاقة جنسية، لأنه الله وغير وارث للخطية الجدية. 2 اتولد في 9 شهور، الطبيعة بتاع البني آدمين، ها 9 شهور مش أكتر. التاريخ الصحيح لميلاد السيد المسيح بعد الهجمة بتاعت المتطرفين على فكرة إن السيد المسيح، تاريخ التقويم مش دقيق في كده. ما انا قلت لكم من اول الفيديو المسيح اتولد سنة سالب 4 ميلادية، وده خطأ فلكي، ولكن المسيح هو الله، لان المسيح هو الله لا يعتمد على تحديد عيد ميلاده الحقيقي من عدمه او السنة نفسها من عدمها. لا، الحاجة التانية انه ولد من عذراء، من عذراء لأنه هو الله. الحاجة التالتة، ولد في 9 شهور، بعد 9 شهور حمل مش أكتر. واخدين بالكم؟ ميلاد السيد المسيح اقترن بأحداث تاريخية معروفة في تاريخ الدولة الرومانية، وبناء عليه عشان يتم تحديد ميعاد الدقيق لميلاد السيد المسيح، في منتصف القرن السادس راهب روماني يسمى ديونوسيوس اكسيجينوس نادى بوجوب ان يكون ميلاد السيد المسيح هو بداية التقويم الميلادي، يبقى تقويم ميلادي بدل من تقويم الروماني لتأسيس مدينة روما. وهو راهب روماني وكان سيدا في جميع انحاء الدولة الرومانية، وبالفعل نجح الراهب في دعوته، فبدأ العالم المسيحي منذ سنة 532 ميلاديا يستخدم التقويم الميلادي. فحسب ديونيسيوس ان يكون ابتداء التاريخ هو سنة ميلاد المسيح له المجد، متخذا المدة الفكتورية اللي هي 532 في 28 في 19 اساسا. دي معادلة فلكية ممكن نبحث فيها. وبعد ما اجرى ابحاث في حسابه وصل ان السيد المسيح اتولد سنة 753 لتأسيس مدينة روما، ولكنه أخطأ في 3 حاجات معينة، ودي عملت فرق 4 سنوات لتاريخ الميلاد الحقيقي. يعني تاريخ ميلاد السيد المسيح يسبق السنة الأولى من ذلك بنحو حوالي 4 سنوات. يعني احنا دلوقتي 2024 على حسب الدقة في التقويم الميلادي، وده مش هرج. ليه بقى؟ هقول لكم، وده راجع ل3 نقط هنسردهم مع بعضينا في الفيديو ده ونقول: 1، ان السيد المسيح ولد قبل وفاة هيرودس الكبير ملك اليهود، اذ جاء في انجيل متى ولد يسوع في بيت لحم التي باقليم اليهودية في ايام هيرودس الملك، متى 2:1. والمؤرخ يوسفوس اللي عاش في فترة قريبة من العهد ده حدد ان تاريخ موت هيرودس سنة 750 رومانية، يعني تقابل سنة 4 قبل الميلاد. وبذلك لا يمكن أن يكون ميلاد المسيح لاحقا للتاريخ ده، وإنما الراجح بناء على القرائن الواردة في البشائر أنه ولد في أواخر سنة 4 أو أوائل سنة 5 قبل الميلاد، يعني في أواخر سنة 749 رومانية أو أوائل 750 رومانية. النقطة الثانية، أن حسب ما ورد في إنجيل لوقا إن نبدأ السيد المسيح خدمته الجهرية في السنة 15 من حكم تيباريوس قيصر، وكان حين ابتدأ يبشر في 30 من عمره، لوقا 3:1 و3:21 و23. ولما كان تيباريوس قيصر قد حكم الدولة الرومانية 765 رومانية، يكون السيد المسيح قد بلغ 30 من عمره بعد 15 سنة من هذا التاريخ، يعني يرجع 15 سنة وزود عليها 30. أو نقول إن هو
بلغ 15 سنه من عمره من التاريخ ده، يعني في سنة 780 رومانية كان السيد المسيح عنده 15 سنة. ارجع 30 سنة بقى، يبقى 750 رومانية، يعني 4 قبل الميلاد اتولد المسيح. النقطة التالتة، المؤرخين القدامى منهم سافيروس سالبيشيوس ونيكوفوروس كاليستوس قرروا ان تاريخ ميلاد السيد المسيح كان قبل مقتل الامبراطور الروماني يوليوس قيصر، اللي هو قال اصلا على عمل التقويم اليولياني، ب 42 سنة، يعني سنة 4 قبل الميلاد وفقا للتقويم الذي وضع ديونيسيوس اكسيجينوس. لكن بعد ما الباحثين كده لقوا الموضوع ده واستنادا للكلام الكتاب المقدس الغير قابل للتحريف والقوي والصامد أمام العصور وأمام الإمبراطوريات وأمام أي اضطهاد، أثبت إن ميلاد المسيح 4 قبل الميلاد، فمعنى ذلك أن نحن الآن في سنة 2024. ولكن بعد أن رأى الباحثون وتابعوا الثلاث نقاط التي تم سردها في الفيديو ده، حصل قالوا لك دلوقتي هترجعوا تغيروا، هيحصل انقلابات في التواريخ وفي المعاملات البشرية، لكن خلينا فاكرين ان السنة اللي احنا فيها هقت تزيد 4 سنوات، لان السنة الميلادية هقت سالب 4 ميلاديا. قابلكم فيديو جديد مع قناة دكتور أوغسطين. لو محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق، وما ننساش الموضوع ده خلاف فلكي، واللي اثبت ان فيه نقص هو الكتاب المقدس نفسه، لان الكتاب المقدس معصوم، لكن التحديدات ونية الراهب الروماني ديونيسيوس اكسيجينوس كانت رائعة، ولكنه وقع في خطأ هذه الاربع سنوات. وهذا لن يلغي ان المسيح هو الله، ولن يلغي ايضا ان المسيح اتى بدون زرع بشر، ولن يلغي ايضا ان المسيح اتى من عذراء وبعد 9 اشهر، تك على 9 اشهر. قابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوغسطين. رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق. صلواتكم لأجلي وجديد على القناة، ما تنساش ضغط الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. سلام.